إيران بعد أن انضمت، بعد أن وقع وزير خارجيتها قبل يومين في سمرقند في قمة شنغهاي، انضمام إيران إلى هذه القمة اللي هي المحور اللي تحدثت أنا ويا جلابك قبل سنتين، روسيا راح تمثل والصين محورا وسوف تستقطب الدول العربية. بالمناسبة الدول العربية كلها تنضم لهذا المحور. زين، أقول إيران عليها أن تقدم التزامات. لاحظ ما هي الالتزامات. أولا بوتين سوف يرعى مصالحة ولقاء مباشر وسجلها عليه، هذا ليس سبقا صحفيا، ما بين أردوغان والأسد في روسيا سوف يكون هذا اللقاء، وهذا اللقاء سوف يحسم هذا الصراع القائم في سوريا، لأنه المعارضة أردوغان سوف يتخلى عنه، وبدأ يتخلى أقصد المعارضة السورية والأخوان المسلمين تخلى عنهم، وبالتالي هو يريد أن يقيم علاقات مع سوريا بغض النظر عن الخلفيات التاريخية. إيران في قبال ذلك يجب أن تعطي هذه الالتزامات فيما يتعلق بالميليشيات الموجودة في سوريا والميليشيات الموجودة في العراق. سيد وختي، ما أعرف وين أبدو إياك من يا نقطة، لأن كل النقاط التي تمت إثارتها إرادة لها حلقتين، بس خليني من المحور الأخير التي قلت فيها أن وزير الخارجية وقع قبل يومين انضمام إلى شنغهاي، وهذا الموضوع صار إيران تشتغل عليه منذ فترة بدفع أمريكي. القضية اللي تقول بها أنه إيران ستعطي ضمانات لوجود الميليشيات، هي في مرحلة أن تعطي أم أعطت؟ القضية الأخرى التي أثرتها أنه العراق سيدخل في تبعية جديدة، يعني إلى روسيا هذه المرة وإلى تركيا وإلى إيران، وبذلك عندما كنت تقول أنه كيف تنظم الميليشيات وكيف تنظم القوات الأمنية وإلى من تتجه بالتسليح؟ لا، أنا ما قلت أنه إيران تعطي ضمانات للميليشيات، مطلوب من إيران أن تحسم موضوع الميليشيات في سوريا. سوف يحسم، سوف تخرج كل الميليشيات بما فيها حزب الله، حزب الله اللبناني، ها كل الميليشيات، أبو الفضل العباس، سيد الشهداء، الميليشيات العراقية. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ موقع باتفاق؟ نعم، هذا بوتين اتفق مع الأسد ومع أردوغان ومع رئيس الإيراني. هذا الاتفاق حسم، هذا حسم الاتفاق، ولن تبقى معارضة سورية، سوف ترحل المعارضة السورية من تركيا، سوف يرحلهم كما رحل أردوغان الإخوان المسلمين، يتخلى عنهم. في قبال ذلك إيران سوف لن تتخلى عن الميليشيات بالشكل يعني الانقلاب الفوري كما فعل أردوغان مع الإخوان. ليش ذا قارن بين التجربتين؟ زين، لكن إيران تريد أن تعقد صفقة، هذه الصفقة أما مع أمريكا، والآن فشلت الصفقة، وتدري جنابك أنا الوحيد اللي قلت اتفاق نووي ما يصير، وكان الاتفاق النووي به شطرين، شطر سياسي أن تسحب إيران دعمها للميليشيات ليست فقط في العراق، الحوثي، حزب الله إلى آخره اللي متواجدة في المنطقة. إيران ظلت تناور. في قبال ذلك الآن الروس والصين يقولوا الآتي، يقولوا نحن لا نستطيع أن ننشئ قوة تواجه الغرب وروسيا في دول مفككة كسوريا والعراق. لاحظ كيف؟ علينا أن نوجد مناخا سياسيا وأمنيا تحت سيطرتنا، ولتكن إيران وكيلتنا في المنطقة، ما عندهم مشكلة الصين وروسيا. هذا الشغل ترى لحد الآن دفن أستاذ نجم، أنا بدي أحكي هذا دفن. زين، الأمريكان كانوا نائمين، الآن صحوا الأمريكان، لذلك موضوع إعاقة تشكيل الحكومة هي ليست داخلية، وحتما هي ليست داخلية، وليست كل أوراق اللعبة بيد إيران، ما بقى بيد إيران أوراقا قليلة، ولكن أمريكا الآن وحلفائها الحقيقة اللي في الداخل وأقصد في المنطقة هم من يسيطر الآن على أوراق اللعبة. ودعك من الأحاديث اللي تقول أمريكا بعيدة، لا، أمريكا موجودة، وهي تعتبر المعركة الآن في العراق السياسية مقدمة لمعركة أمنية، فيما إذا لم تلتزم الأطراف السياسية في العراق وبالذات الميليشيات بما تقره واشنطن. زين، طيب أبو واشنطن راح واضحة الفكرة؟ راح تقدر واشنطن ما تقدر؟ أنا ما أعرف هسه هذا أناقش وياك في الدقائق الجاية. في الاتفاقية هذا كان واضحا لما ستقوم به إيران في سوريا، بمقابل هذا في العراق ماذا أعطت إيران من تعهدات، أو ما هي خطواتها المقبلة بعد هذا الاتفاق، اتفاق شنغهاي؟ أن تتشكل حكومة إيران، الروس هكذا يشكلوا حكومة ليست قوية وليست يعني مرفوضة شعبيا. الروس تدري دولة، يعني دولة قوية، والصين يعرفوا أنه حجم الفساد وصل في العراق
شيء لا طبيعي، رغم أنه مؤسساتهم بها فساد بالمناسبة رؤوس الصين، لكن لا يستطيع أن يعملوا في بلد به فوضى سلاح وميليشيات وفساد إداري. تلاحظ كيف من مصلحتهم أن يطوروا العراق، الروس والصين أذكياء. يقول لك أمريكا احتلت العراق وسلمتها على طبق من فضة إلى إيران والميليشيات والقتلة ودمروا العراق 20 سنة. إحنا إذا جينا في سنتين ثلاثة عمرنا البلد، بالتأكيد راح نستقطب مشاعر العراقيين وأي شعب بالعالم في خدمة تستقطب مشاعره. أنت كيف تستقطب مشاعره يا أستاذ أحمد وأنت قبل قليل كنت تقول الصين وروسيا قالوا لإيران أنتم وكيلنا بالعراق؟ هذا الوكيل لهذا الوكيل لدينا معه تجربة، ومع أذرعه بالعراق أيضا تجربة. ليس شوف أكو فرق بين أن يكون وكيل وبين أن يكون مهيمن. الروس والصين لا يسمحوا لإيران بالهيمنة، لأن إيران بحاجة إلى الروس والصين. إيران دولة ضعيفة على حافة الهاوية، نظامها الآن مرتبط بحياة خامنئي، لذلك ما حصل قبل يومين من إشاعة خبر وفاته رجت الدنيا في إيران. لذلك أكو صراع في إيران قوي ما بين الحرس من جهة الذي يريد مجتبى ابنه لولاية الأمر، ما بين الحرس القديم الذي يرفض تولي مجتبى. تعرف كيف هذا صراع حقيقي. إيران ضعيفة منخورة من الداخل، وذاك ترتمي في أحضان الصين وروسيا لحماية نفسها. هاي نقطة. أما وكالتها على العراق هي لغرض تنظيم الأوضاع، أن تسحب ميليشياتها، أن تسحب أحزابها، تعرف كيف، حتى تفتح الطريق لمعادلة. روسيا تعتقد أنه هاي التجربة في العراق إذا نجحت سوف تعوضها هزيمتها في أوكرانيا. بالمناسبة إحنا دمر في عالم كأنما في أيام الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية، سيناريو آخر. إيران تبدو قوية ولكنها هشة، وأنا سميتها نمر من ورق منذ سنوات. ما بيدها الآن 10%، ليس كما كان 100%، لأن أحزاب الفساد والميليشيات والمتمثلة في الإطار هي من هزم إيران، وليس الحقيقة أنه إيران واجهت قوة في العراق، لكن تشرين كانت العظيمة هي من فتح الأبواب لهذه الهزيمة الإيرانية. عوفك من اللي تاجرون بتشرين وغيرها، إحنا نتحدث عن واقع تاريخي. طيب. هذا الواقع أجبر إيران الإيرانيين دايخين الآن. شوف الإيراني مو دوخون العالم الآن دايخين. إذا ذهبوا بهذا المحور معناه قطيعة مع الغرب وأمريكا، والعقوبات الأمريكية سوف تستمر. بدليل كلمة الرئيس الإيراني، إذا سمعت لها جنابك، أول ما تحدث بمعنى قالهم رفعوا عنا العقوبات، أنتوا مؤتمر منظمة شنغهاي إذا جينا وياكم ترفعون العقوبات. تلاحظ كيف، لأنه إيران قادمة على انهيار اقتصادي كما حصل في لبنان، وتذكر هذا الكلام خلال أشهر.